احنا عملنا اهي الستبس بتاعت الاديشن دي، الحاجة اللي احنا عارفينها. النهاردة هناخدها بطريقة تانية، هتفتكروها دلوقتي زي ما قعد يلعب معانا لعبة كده زي subtraction وعمل لنا unknown number. فهنشوف دلوقتي ازاي هنعملها. انا معايا هنا colors 1 2 3 4 5 6 اللي هم ال6 بتوعي، واسيا كان معاها some colors انا معرفش how many، يعني مش عارفة هم عددهم قد ايه. فراحت اسيا جت قالت لي do you have 6 colors؟ اوكي، وراحت جايبة الكولرز بتاعتها دي وراحت رمياها على الكولرز بتاعتي وراحت go away. طيب بعد بقى ما رميتها على الكولرز بتاعتي، انا مش عارفة هي ادتني كم كولر. احنا قلنا ميس عزة كان معاها 6 colors and ليه حطيت اند يا ميس عزة؟ عشان انا put all the colors together، put all the colors together، عشان كده حطيت and، عشان انا حطيت كل الكولرز مع بعض عشان كده حطيت and. انا كان معايا 6 and الكولرز بتاعت اسيا اللي هي حطتها لي، مش عارفه انا مش عارفه اسيا حطت لي قد ايه، ده هي رميتهم كده ومشيت وانا مش عارفه هي حطت قد ايه. بس انا عارفه دلوقتي انا معايا equal what، يبقى انا كده معايا 6 والcolors اللي حطيتها لي اسيا انا مش عارفه، بس انا معايا انا عارفه دلوقتي equal what، عشان انا هعمل لهم ايه counting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. خلاص انا عارفه ان انا معايا 12، يبقى 6 and a equal 12 اللي هي ايه بقى. كان اسيا معاها how many colors، هنعملها ازاي؟ بنفس الستيبس اللي عملناها في subtraction اللي هي ايه. ده البيبي، البيبي واقف crying عمال crying crying، ودي المامي والبيبي want to go to his mommy. هنعمل ايه عشان 6 اللي هي البيبي عايزة توصل للمامي؟ after 6 7 8 9 10 11 and 12. ها يبقى how many 6 and 6. اوكي okay.